بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض التطبيقات العملية بتاعتنا على PHP. ونوع التطبيقات اللي جاي هو طبعا معتمد على التطبيقات الأولانية اللي احنا اشتغلنا عليها، 15 تطبيق اللي احنا اشتغلنا عليهم على Problem Solving بالأساس، يعني دخلنا فيه شوية HTML عشان الدنيا تبقى كويسة عشان نشغل دماغنا. نوع التطبيقات دلوقتي Practically انت فعلا هتواجهه حقيقي، وزي ما قلت لك هو بيعتمد على اللي فات، فكونك قوي في اللي فات هتبقى قوي هنا مع شويه تريكات بسيطه جدا في التعامل مع الداتا. بقى وانت بتتعامل معاها بتحط حاجه، بتشيل حاجه، بتحذف حاجه، بتظهر حاجه وقت معين، بتظهر حاجه تاني وقت تاني. عندنا ميت بوست. ميت بوست دول مش فوتوس، دي المفروض بوستس يعني، بس بسيطه. عندي ميت بوست، البوست كل بوست عندي فيه الاي دي، وعندي اليوزر اي دي، وعندي تايتل للبوست، وبعد كده عندي بودي للبوست، وبعد كده ممكن اعدل على البوست ده واديليت البوست ده او احذف البوست زي ما بنشوف. ده تطبيق عملي. عندك ميت بوست، الميت بوست دول تعرف طبعا تعمل لهم حاجه اسمها باجينيشن وكلام زي كده، بس مش وقت خالص. احنا جاست ان احنا عاوزين نعرض الميت بوست. جاي لنا داتا، الداتا دي عباره عن ميت بوست، عباره عن اري، عباره عن اسوسييتيف اري. ازاي اخد الداتا دي واعرضها؟ هو احنا هنا عرضناها بالبوت ستراب زي ما انت شايف، فقط احنا استخدمنا التيبل بتعديل بسيط وعرضنا الداتا بتاعتنا بدون اي مشاكل. ده اللي احنا محتاجين نعمله. طب فين الداتا دي؟ فين الميت بوست دول؟ الميت بوست دول المفروض بيجوا لك من الداتابيس. طب انت هتجيبه من الداتابيس دلوقتي؟ لا، انا مجهز لك الكلام ده. هتلاقي في عندك هنا، عملت فولدر اسمه داتا، هتلاقي في عندك هنا بوستس، دي البوستس بتاعتك كلها. هتلاقي هنا في ميت بوست عباره عن داتا كلها جايه من الداتابيس. انت بتجيب الداتا من الداتابيس، عباره عن اري عندك، والاري ده بتاخده بتعرض البيانات منه. طيب جميل جدا جدا، قلنا هنستخدم البوتستراب. فعشان نعمل الكلام ده هنروح فين؟ نروح على البوتستراب. طب انت مش عاوز تستخدم البوتستراب، ما تستخدمش البوتستراب يا سيدي، براحتك. البوتستراب كحاجه كويسه كده وشكلها حلو، تعرف تشتغل عليها يعني تبقى مبسوط وانت شغال مش اكتر من كده. هو انت بتحتك بيه كتير، فانا هاجي هنا هقول لك ايه؟ اقول لك all posts بالشكل ده. دي بيانات انا جايبها اصلا من ويب سايت، ويب سايت موجود يعني اوريدي، في خدت البيانات وكانت عباره عن جيسون وحولتها لاري، وبعد كده بنعرضها، لان الداتا لما بنيجي نعرضها بعد كده يا اما بتبقى جيسون بتبقى اوبجكت، يا اما بتبقى عندي عباره عن اري اوف اريز. ادي الاري وادي جواها اريز زي ما هنعرف بعد شويه. تعالى بس كده بالراحه نعمل الداتا بتاعتنا، نعمل الملف بتاعنا ونشوف ايه اللي هيتم. تعالى كده نرجع، محتاجين نروح على PHP كورس، محتاجين نروح على براكتس. جوه براكتس عندنا براكتيكال، وجوه براكتيكال عندنا فيو اول بوستس. ده ملف انا عملته، قال لي اول بوستس وكده البوت ستراب اشتغل معايا. اتاكد تاني، هعمل كلاس كده جميل اسمه اولا تكست سنتر، وبعد كده هقول له بادي اني مثلا 3، وبعد كده اقول المارجن واي 2، وتعالى نشوف كده ايه اللي هيحصل فيه. الاقيه بقى بالشكل ده، ممتاز جدا، 10/10. نيجي ننزل البوستس بتاعتنا. طيب البوستس بتاعتنا فين؟ ركز كده، البوستس بتاعتنا في ملف تاني، هي مش في نفس الملف، فانا محتاج اجيب الملف تاني ده عندنا هنا، ده اخدناه في الانكلود والريكواير. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا فوق كده وتقول لي والله انكلود او ريكواير وانس كده. يقول لك require once ايه بالظبط؟ require once، خلي بالك انا هنا في view all posts عاوز اجيب البوستس اللي عندي. ليه عاوز اجيب الملف ده؟ اصل انا مش هاخد الفاريبل ده احطه هنا، هو اكيد لازم يبقى في ملف لوحده، تمام؟ فهجيب الملف والملف ده فيه الفاريبل بتاعي. كل اللي انا هعمله هنا هاجي اقول له require once، هتدخلي جوه داتا، وجوه داتا هتلاقي في عندك ملف اسمه posts.php. ده باختصار شديد جدا جدا جدا. تعالى كده نعمل بالشكل ده، مفيش اي حاجه. طب ايه اللي يعرفني ان الملف ده بقى عندي او الفاريبل ده بقى عندي؟ ما دام انا نقلت الملف ده هنا في الملف الثاني، يبقى كده كل حاجه موجوده في الملف ده اعرف اقراها في الملف الثاني. يعني لو جيت هنا قلت لك ايكو بري بالشكل ده، بعد كده قلت لك برنت ار، برنت ار رحت قلت لك بوستس، هو في بوستس في الملف اللي انا فيه؟ لا، لكن في بوستس في الملف اللي انا استدعيته. ادي الفاريبل اسمه ايه؟ بوستس، وليكن الداتا دي جايه من الداتا بيس، وبرضه انا بخزنها في فاريبل، اكيد بخزنها في فاريبل. طيب تعالى كده نشوف، الاقي الداتا بتاعتي اتعرضت لي بالشكل ده، الميت بوست بتاعي. تعالى بقى نبص للاستراكشر بتاعهم عشان نعرف هنعرضهم ازاي. لو انت ملاحظ انا عندي اري كبير في الاول خالص، اري كبير،
وبعد كده الاندكسز كل اندكس عباره عن اري برضه، والاري ده جواه داتا، الداتا دي اسوسييتيف اري، كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو وهكذا. طيب والعمل، تعال نبص للكود نفسه، لان انت لازم تبقى متوقع الداتا جايه لك ازاي عشان تعرف تتعامل معاها بانه طريقه. انت بتشمش على ظهر ايدك مثلا، انت لازم تبقى عارف ايه اللي جاي لك وبناء على اللي جاي لك ده تتعامل معاه. ولو انت عاوز تعمل حاجه مور دايناميك تقدر تعمل الكلام ده، وفي حاجات بتعمل لنا الحاجات دي قدام. يعني موضوع ان انت مش متوقع الداتا جايه لك عباره عن سترينج ولا عباره عن اري ولا عباره عن اوبجكت وات ايفر، بس ده حاجه ادفانسد او مش وقتنا ان احنا نتكلم عليها اصلا. احنا فقط عاوزين نعرض البيانات دي اللي هي جايه لنا، نحس انها معقده شويه. هي مش معقده ولا حاجه ولا في اي حاجه، ركز معايا. ادي بوستس عباره عن اري، وقفله الاري هلاقيها تحت خالص هنا كده، دي قفله الاري بتاعتي. حلو. وبعد كده بص جوه الاري ده هتلاقي عباره عن اريز، ادي اول اري، ادي تاني اري، ها ادي تالت اري، وتالت اري لو انت ملاحظ البيانات بتاعتي شكلها بيتكرر. يعني انا عندي في كل الاريز في كي اسمه يوزر اي دي، وفي كي اسمه اي دي، وكي اسمه تايتل، وكي اسمه بادي. طب في مشكله في كده؟ مفيش اي مشكله خالص، بالعكس انا الداتا بتاعتي متكرره بالشكل ده كاني عندي 100 بوست. هو انا عندي بالفعل 100 بوست، كل بوست فيه بيانات محدده عنه، لازم مين اليوزر اللي كتب البوست ده، الاي دي بتاع البوست ده ايه، التايتل عنوان البوست ده ايه، والمحتوى بتاع البوست ايه بالظبط. فانا جاي لي البيانات بالشكل ده في كل ايتم موجود عندي جوه الاري كبير. يبقى انا عندي اري كبيره جوه الاري كبيره، اري تاني، الاري دي عباره عن ايه، اسوسييتيف اري عباره عن كي وفاليو. طيب اقدر استخدم الكلام ده واعرضه؟ اقدر جدا. تعالى يا باشا هنعمل الكلام ده، هنعمله عن طريق تيبل. هنعمل تيبل، نكتب هنا براكتيكال تاسك بالشكل ده. تعالى بالراحه ننزل هنا، استخدم بقى المميزات بتاعه البوت ستراب. انا هستخدم الكونتينر بالشكل ده، وجوه الكونتينر طبعا الايه غلط. تعالى كده، بعد كده هقول لك والله دوت رو، بعد كده دوت كول 12 بالشكل ده، جوه كول 12 هقول لك تيبل دوت دوت تيبل دوت تيبل بوردر بالشكل ده. وانزل جواها عندي تي هيد، جوه التي هيد عندي تي ار، جوه التي ار عندي تي اتش. التي اتش بالنسبه لي، تعالى نرجع للشكل بتاعنا اهو، عندي يوزر اي دي، يوزر اي دي، تايتل، بادي، اديت، ديليت. خلاص انا هعمل السته دول. هقول لك هنا الاول اي دي، وبعد كده يوزر اي دي، وبعد كده التايتل، وبعد التايتل هكتب اسف تايتل، بعد كده هقول لك والله انا عندي البادي، بعد البادي يبقى عندي edit، اقدر اعدل، بعد الايديت عندي ديليت. كده انا عملت ايه؟ انا عملت التيبل، عملت التي هيد بتاع التيبل. تعالى كده نشوف ايه اللي تم بالشكل ده. انا عملت ريلود، طبعا هيبقى ستيل الكود ده موجود عندي. طبعا هعمل كومنت كده، ارجع الاقي اي دي ويوزر اي دي وتايتل وبادي واديت وديليت زي ما هو موجود هنا، بس اي دي ويوزر اي دي وتايتل وبادي واديت وديليت. ناقص بقى الداتا دي نعرضها ازاي، هي دي الجزئيه بتاعتنا كلها. هنيجي هنا جوه التي بادي، جوه التي بادي عندي تي ار بار، جوه التي ار تي دي. التي ار دي بقى هتتكرر 100 مره. التي ار دي اللي بيريفير ليها مين؟ ها؟ اللي بيريفير ليها الرو ده كله، الايتم دي كلها، الري ده كله بالبيانات اللي جواه، ومن ضمنها بقى اليوزر اي دي والاي دي والتايتل والبادي. يبقى خلاص تعالى كده نرجع، اسف جدا، تعالى كده نرجع اهو، نيجي هنا نقول ايه احنا عندنا. هنفتح قوس البي اتش بي، نقول له احنا عندنا فور ايتش زي ما اتعودنا. اجي نقول له انا عندي بوستس از بوست، وبعد كده اقول له كولون، وتحت الكولون هاجي هنا اقول له ايه اند فور اتش. خلاص احنا اتعودنا على الكلام ده كله، اتعودنا عليه كتير قوي. تعالى ادي البوست، بعد كده عندنا كام سيل جوه، دي 1 2 3 4 5 6 زي الروز، زي السيلز اللي هنا بتاع تي اتش، يعني 2 3 4 5 6 بالشكل ده. تعالى كده نشوف ايه اللي هيتم.
عندنا راح رجع لي كده هتلاقي عمل لي 100 واحده بالشكل ده. تعال نطبع الاي دي فقط ونشوف. تعال نطبع الاي دي ونشوف. لو انا جيت هنا وكتبت ايكو البوست اوف الاي دي، ليه البوست اوف الاي دي؟ ها نرجع تاني، عندنا الايتم نفسها عباره عن اري، الاري فيها كيز. انا ما بجيبش الاي دي ده من مزاجي، لا ده هو مكتوب عندي، يعني بجيب الكي اللي موجوده جوه الاري. هل اقدر اعمل الموضوع مور دايناميك؟ اقدر اعمل الموضوع مور دايناميك، بس احنا لسه بنقول يا هادي احنا في الاول، فخلاص احنا بس محتاجين نعرض الداتا. فاهو كده كتبت الاي دي، تعال نشوف هيعمل لنا ايه، هيطبع لنا ولا لا. هتلاقي طبع لك من واحد لحد كام؟ لحد 100 زي ما احنا متوقعين. اقدر اعرض اليوزر اي دي؟ اقدر اعرض اليوزر اي دي بنفس الشكل، بنفس الشكل اهو. اجيب هنا وعشان ما اغلطش اروح اشوف الكي اللي جايه لي بالظبط مكتوبه ازاي واجيبها، عشان ما يبقاش فيه اي غلط، ما فيش احتماليه لاي خطأ. ما تعتمدش على ذاكرتك عشان ممكن تخونك يعني فعلا. ها اليوزر اي دي الاول رقم 1 عمل 10، هتلاقيه عمل 10 كده، ورقم 2 هتلاقيه عمل 10، وهكذا 3 4 هم 10 يوزرز، كل يوزر عمل 10 بوستات. حلو جدا. وبعد كده تعالى نعمل كده كده عشان نشيل دول خالص. بعد كده عندي مين؟ التايتل. وبعد التايتل عندي ايه؟ البادي. اهو الاقي هنا عامل ايه؟ ادي التايتل وادي البادي. امال ايه الايديت والديليت دي؟ الايديت والديليت دي غالبا انت بيبقى عندك البيانات دي، مثلا هو غلط في حرف، عاوز يعدل اسم البوست، عاوز يعدل الكونتنت بتاع البوست، فلازم تديله سماحيه للايديت. فبتعمل ايديت وبعد كده بتظهر فورم، لسه ما ناخد ان شاء الله الجزء الثاني هنعرف الجزء دي الجزئيه دي وهنعملها مع بعض اصلا. بتعمل بتقول له ايديت، وايديت ده خليه يعمل ايه؟ ها يعدل على المحتوى اللي موجود في البوست. عادي جدا مفيش ادنى مشكله ان هو يعدل على المحتوى اللي موجود ايه؟ اللي موجود في البوست، ويرجع تاني يكون المحتوى ده اتعدل. وديليت عن طريق الاي دي، طبعا الاي دي ده بيكون يونيك، فاقدر ادوس ديليت اروح احذفه من الداتابيس او من الملف، زي ما هناخد ان شاء الله في التطبيقات على البي اتش بي. اصلا هنعمل الابلكيشن ده كامل بقى، هنعمل اد واديت وديليت وابديت وكل حاجه هنعملها ان شاء الله باستخدام بيور بي اتش بي. بيور بي اتش بي ادي الديليت. تعالى نعمل كده نرجع. طب ده اعمله ازاي؟ لو انت ملاحظ هو ده بس ايكون بوت ستراب عباره عن لينك، هاجي اعمل كده ادي اللينك اهو، والاتش ريف طبعا ما فيهاش اي حاجه لان احنا لسه ما خدناش اي حاجه عليها. هنكتب ايديت ونديله الكلاسات بتاعته اللي مخليها بس بالشكل ده. اقول له كلاس بي تي ان، وبي تي ان ايه؟ انفو بالشكل ده. انا عملت كده، تعالى بص هنا اهو، الاقي الايديت بقى بالشكل ده زي ما انت شايف. طيب والديليت نفس القصه، ما فيش اي جديد اهو، عامل كده اكرره وامسح ده خلاص لان انا هعدل على ده. اقول له بي تي ان دينجر، واقول له ده ايه؟ ديليت. بقت ايديت وبقت ديليت، وعرضنا البيانات بدون اي مشاكل. طيب تاسك بقى زياده، يعني احنا عرضنا البيانات زي ده. حلو، انا عاوز لما يكون اليوزر يبقى اليوزر الاي دي بتاع البوست ايفن اعمل حاجه، لما يكون اود اعمل حاجه. ايه رايكم نغير الباك جراوند بتاع التي ار كلها؟ لما يكون اود او لما يكون ايفن، لما يكون فردي ولما يكون زوجي، وكده نعمل الكلام ده بالبي اتش بي. هل ده ينفع؟ اه ينفع يا سيدي، مفيش مشكلة خلاص، ينفع ونص. تعالى نعمل الشارت ده، هنعمله ازاي؟ هنعمله على التي ار هنا، هنكتب هنا كود البي اتش بي بتاعنا. ازاي يا فندم؟ هقول لك اهو. لو جينا هنا الأول خالص، هوريك بس حاجة في البوت ستراب، دي حاجة بوت ستراب تقدر تستخدمها أنت بالستايل عادي، فاحنا هنستخدم كلاس جاه. لو أنا كده بي جي، بي جي مثلا وورنينج مثلا. إيه اللي هيحصل؟ تعالى كده بص هنا، ألاقي إيه؟ بص بقى أصفر كده. انا عاوز بقى الاود يبقى اصفر والايفن يفضل زي ما هو. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ اقول لك يا باشا هنقسم على، هنعمل هنا كونديشن بقى بي اتش بي كده، هفتح قوس بي اتش بي، اقدر افتح قوس بي اتش بي في اي مكان، حرفيا في اي مكان، واقفله واشوف هنكتب ايه. اقول لك اف ان ها البوست، بوست اوف ايه بقى؟ اوف اي دي. انا عاوز اعمل الشرط على البوست اوف اي دي. لو البوست اوف اي دي موديلس الاثنين باقي الاسم عليه في اثنين، لو نوت ايكوال صفر، نوت ايكوال صفر معناها ايه؟ انا ان الراجل ده اود مش ايفن. ما هو لو ايكوال صفر بيبقى الاسم على الاثنين يبقى ده ايفن. لا انا عاوز اعمل على الاود، عاوز اعمل على الفردي. اعمل لي ايه؟ اطبع لي الكلام ده اهو اللي هو بي جي وورنينج. دخلت حاجه في حاجه، اقول لك ايكو ها بي جي وورنينج بين ايه؟ دبل كوتيشن بالشكل ده وبس، وخلاص كده.
محتاج اي حاجه تانية. والباقي هسيبه زي ما هو والباقي هسيبه زي ما هو. كده انا خلصت. اه كده انا خلصت. انا كتبت الاف في سطر واحد. ولو انت كتبتها في سطر واحد مش شرط تفتح قوسين وتقفل قوسين, تفتح قوس وتقفل قوس مش شرط. فلاقي هنا الاود بقى عامل ازاي, كله بقى اصفر يا سيدي بالشكل ده. حلو. طب انا عاوز لو ايفن اخلي بي جي سكسس, اخلي الباك جراوند بتاعته سكسس, ينفع؟ ينفع يا سيدي. هنعمل ايه؟ هنزود الالس. بس كل اللي احنا هنعمله هنيجي كده هنا نروح ايه مزودين الالس, اقول له الالس لا اطبع لي بقى اللي انا هقول لك عليه اللي هو بي جي سكسس, مش بي جي وارنينج, بي جي سكسس. تعال نشوف اللي هيحصل. ها هلاقي بقى هنا ايه بقى, ده اخضر, الرو كله اخضر والرو ده كله ايه اصفر, الاود بقى اصفر. لعبت بالبيانات بتاعتي حسب ما انا عاوز في الداتا. هل ممكن يقول لك كونديشن لو اليوزر بيساوي اي بيساوي رقم 5 اطبع لي بس اطبع لي البوسس اللي الاعداد بتاعتها بتقسم على الثلاثه مثلا, اللي البوسس اللي بتقبل القسم على الثلاثه بس اعرضها لي والباقي ما تعرضوش, وحط لي برده الشرطين اللي انت بتحطهم دول. طبعا ما هيطلعش غير الثلاثه هو الوحيد اللي قد. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هحط كونديشن قبل تي ار اصلا, هعمل كده هقول له بي اتش بي احط الكونديشن بتاعي, اقول له اف ها ان البوست اوف ها اي دي موديلس 3 ايكوال ايكوال 0, اعمل ايه؟ نفذ يا باشا, اطبع لي التي ار كلها. وتيجي هنا تقول له ايه؟ ها اند الاف, اند اف. تمام اند اف. كده انا هعمل ايه؟ كده انا هطبع كل البوستس اللي بتقبل على الثلاثه بس, واللي ما بيقبلش على الثلاثه خلاص هتلف اللفه من غير ما يعمل اي حاجه. دخلت كام كونديشن عندي؟ اكتر من كونديشن. تعالى يا سيدي طبعا كده كل اللي بيقبل على الثلاثه قبله, 18 طبعا بتقبل على الثلاثه, 18 زوجي فطلعت خضره مثلا وهكذا. السته نفس القصه, بس هنا مش هتلاقي غير مين؟ غير اللي بيقبل على الثلاثه بس. وكان الله بالسر عليه. خلصنا كده ايه التاسك بتاعتنا وعملنا فيها اكتر من كونديشن ولعبنا بالبيانات بتاعتنا بشكل كويس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي واللي هنعمل فيه تطبيق تاني. التطبيق ده هيكون بالشكل ده. تعالوا اوريكم الشكل بتاعه سريعا. ادي بوسس, ادي يوزرز. لا انا مش عاوز اليوزرز, انا عاوز الفيوز الاول عشان اليوزرز فيها تعقد اكتر. فيو فوتوز, انا عندي صور بالشكل ده عباره عن كاردس بعرضها وبوردر على حاجه معينه بعملها بالشكل ده. هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الفيديو القادم. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.